السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الكرام، متابعي منصة رواق التربية الوجدانية، مدخلا لبناء الإرادة والوجدان. أيها الأحبة، من داخل الطائرة وأنا أغادر مملكة السويد في طريقي إلى اسطنبول ومنها إلى القاهرة، نرى هذا النموذج، نرى دولة السويد، ولكن نرى مملكة السويد، نرى الجزر، نرى البحيرات، نرى هذا الكون المنظور المعمور، ونبحث فيه عن معاني التربية الوجدانية لنتأمل تلك الدلالات. هذا كون الله، وهذا خلق الله، به عباد الله، ومع هذه الغيوم التي تخترقها الطائرة الآن لتصعد بنا إلى أعلى، أحيانا تتضارب مشاعرنا وأحيانا تخرج عن الهدف، فكيف لها أن تذهب إلى الطريق لتستوضح الهدف؟ تلك كانت رحلتنا مع التربية الوجدانية، عندما تأتي الغيوم وتغيب المشاعر وتحدث الاضطرابات وتحدث الفوضى داخل النفس ويغيب الهدف ويغيب التوحيد، نرى هذا الغبش الذي نراه الآن. بينما عندما تتضح الصورة ويكون التوحيد شعارنا، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يأتي الرضا والقناعة والتحفيز وإدراك المشاعر وضبط المشاعر والتفاعل مع الآخرين والقدرة على إظهار الهمة والقدرة على أن أكون فاعلا في مجتمعي، فاعلا في الكون. تلك هي الدلالات أحبائي الكرام في رسالة سريعة أردت أن أرسلها لكم من داخل الطائرة هنا في رحلتي التي أنا معكم بها. أيها الأحبة الكرام، على خير التقيت بكم، وعلى خير نلتقي. استودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم.